عندي عقوبة جديدة ظهرت على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، مش عقوبة جنائية، هي عقوبة اجتماعية تسمى عقوبة التجريس. يعني واحد مثلا دخل يعاكس واحد على الخاص، كتب لها كلمتين، راحت واخداهم لزقهم له على الفيسبوك، ولو مراته معاه على السوشيال ميديا تروح بعتهم لها. وبنات عملوا، حد شاف جوزي وعملوا جروبات وابتدوا ينشروا. انت شايف ده ازاي؟ شوف الناس استخدمت السوشيال ميديا والمحتوى الرقمي، بقى فيه عقوبات اسمها عقوبة التجريس على مواقع التواصل الاجتماعي. لا دي يعني مش يعني مش بس التجريس، هي وصلت لخلق مشكلات اجتماعية وأسرية. خلق ايه؟ طب ما هي واحدة بتضرب جوزها بيخونها ولا لا؟ يعني هي بيساعدوها؟ لا، ما هو ممكن انت ان ده تنمر او تحرش من واحدة أو من واحد لواحدة. واحد دخل عاكس واحدة وهي حبت تربيه، ربته بالطريقة دي. طب ومين قالك إنها ممكن يعني بتستنفذه يعني أو بتستغله؟ بتجرجره الموضوع ديت يعني. وبعدين تستغله لتتربح من هذه المسألة. إذا هي مسألة تنيتك وحشة يا دكتور. لا لا لا، ما هي أخلاقية. هي مسألة أخلاقية. يخش يغلس يعني. ما يستحق. يعني اللي غلس يستحق التغليس. اللي غلس يستحق التغليس. بص، ديت هي جلسات، تحول السوشيال ميديا تحولت من جلسات الفضفضة والنميمة العادية إلى جلسات عامة وكبيرة في المجتمع كله عن طريق السوشيال ميديا. هو ده كان الضحك والكلام والمعاكسة، ودي كانت بتبقى موجودة. لكن الثورة الرقمية حولت ده إلى طابع عام ونموذج من النماذج السلوكية اللي هي ممكن تجرح قيم المجتمع في صميمها، وزودت نسبة المشكلات الاجتماعية أيضا، لأن إحنا لسه جداد في معالجة هذه المسألة. يعني حد يخش يجرجر حد في الكلام بمجرد بس النوايا، إنه في نية، إن في كمان صفحات فيك يعني مغشوشة، يبقى هي ولد وعنده صورة بنت، ويخش ويستدرج الناس للكلام ويبتزهم. طيب دكتور إيهاب، هو أنا أستأذن سعادتك في حاجة. اتفضل. حضرتك بتتكلم هنا على جريمة مجرمها القانون العقوبات من زمان، في المادة 306 مقرر ألف عقوبات، بيقول إيه؟ بيقول يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 2 سنين وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، شوف قول أو فعل أو إشارة، على وجه يخدش الحياء، سواء كان في طريق عام او في التليفون او في اي وسيله اتصالات سلكيه او لا سلكيه. هي بس يعني المشكله تعرض للعقوبه. يعني هي في هنا نقطه مهمه جدا، اذا ما تعرض الانسان لهذا المأزق كيف يتحكم ويثبته ويتقاضى؟ يثبته دي بتاعت النيابه بقى، هي بتقدر النهارده. يعني انا دلوقتي مباحث يعني خليني انا كمواطن عادي رحت وعملت، اجراءاتها طويله. لا لا خالص، دلوقتي بقت اخف بكتير عن الاول. بقى في اسرع عن الاول، يعني دلوقتي بعد صدور القانون الجديد بقت اسرع بكتير عن الاول.